سالي الاكسسوار دائما قطعة مهمة عند كل صبية وسيدة، وهي يعني قطعة بتزين كتير وممكن صح تغير كمان بشكل الثياب بكل لكل صبية ذوقها كمان مثل ما باختيار. قلتي زينب تماما، انه بتغير بشكل الثياب وممكن تعطيه السعادة هيك شيك ورونق اكثر. واكيد دائما في قطع مميزه شغل الايد غير اللي بتلاقيها انه أكيد، بالسوق مكرره. صحيح ودائما في أبديت على صح الإكسسوار وفي موضة خاصة للإكسسوار. اليوم رح نحكي عن كل هالأمور مع سمية مارديني، أكيد مصممة إكسسوار. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباحكم، فيكي، بونجور. كيفك سمية؟ تمام الحمد شو لله، انتو جايبتي لنا كيفكم؟ اليوم معك؟ هلا نحن هاي السنه سنه العوده الى الطبيعه حنسميها. العودة إلى الطبيعة. تمام. فلدارج هاي السنه هي اشكال الحيوانات بطريقه الاكسسوار. حلو. تمام. تمام. بس الغالب عليها انه هي القطع الكبيره، يعني قطعه واضحه كبيره. الفيل طبعا البومه ما زالت واستمرت. احلى شيء البومه كمان. هلا بتلاقي كل اشكال الحيوانات تقريبا موجودين. هو يعني هلا كل الصبايا راقدين ليحطوا القصص اللي بتجيب الحظ على هلا الايام اللي عم تمام. نمرق فيها. فهلا الحيوانات في منها هيك اشكال، يعني بترمز لهيك قصص، مثل السمكه مثلا بتجيب الرزقه، الفيل بيرمز للطيبه، البومه للحكمه. حلو. يعني في هيك شيء. تمام. يعني عم نشوف هون هي القطعة يلي هي على شكل فيل. فيل مدخل له ألماس. تمام. كمان لها حلقات ولا لا؟ هي ما لها حلقات حلقات وسادة بس هذا. حلقة يعني حلقة هيك قطعة بدها حلقات كتير ناعمة. أكيد، لأنه هي ضخمة شوي ضخمة تعتبر شوي. فما بعرف إذا واضحة على الكاميرا. هدول سمية اليوم جايبت لنا اياهم أشكال حيوانات من الطبيعة على شكل أكسسوار، واللي بإيد زينب كمان كتير حلو غزال. أنا هذا وبيعبر عن هو الذهبي كتير يعني دارج هالفترة. لا يعني هو مو ذهبي، ذهبي صاير ذهبي معتق. معتق ايه تماما. غزال للكريسماس. غزال كتير حلو. هلا وقته يعني هلا وقته. هلا وقته مع أحمر أو شيء. فهلا إذا بتطلعي في كل الأشكال، يعني زلحفة، فراشة، حية، ثعلب. وين الحية؟ الحية حلق بجنن كتير. الله يبعد عنها الحية. هذه اللي قالب شفتي سالي تماما. هلا هذا هي هذا دنا بالحلقه، اذا بتسحبيه الدنا بتسحبيه من تحت، ما تخافي اسحبيها. ايه اوكي شديها. عندي البرغي زينه. ايوه هلا هون مخبى البرغي. ايه شفته للبرغي على فكره كثير حلو، كثير غريب موديله. بلف على الاذن. ايه حلو، بيعطي شكل الاذن. في هيك السمكه يلي مفصصه كثير حلوه كمان. كثير حلوه جديده. يعني عم نشوف الصبايا على الانترنت، انا كثير بتابع صفحات وجروبات صبايا، عم يدوروا على الحلقات يلي وين بنلاقي منهم، يعني مثل شكل الحيه ولكن باشكال مختلفه. هل هدول بيعتمدوا على الهاند ميد اكثر من انه يكونوا بالسوق؟ هن ما هن متوفرين كثير. هلا هن قطع غريبه، يعني هلا نحن الفكره ممكن نلاقيها جاهزه. انا هاي الحيه لقيتها جاهزه بصراحه، بس انا حبيت الفكره كثير. يعني بتحسي انه هاي قطعه غريبه بدك تدوري عليها. اكيد ما لها موجوده وين هي. قديمه كمان. قديمه كمان. امي وامك وستي وستك. نحن هذا موضه هاي السنه، التسعينات، كل شيء قديم. يعني افتحي درجك القديم، درج الماما، وافتحيه وطلعي منه كل القطع الموجوده عندها وارجعي البسيها من اول وجديد. هلا عم نشوف كمان اشياء كانت كمان درجه، هي فيها الفيروزي. تمام. الحجر الفيروزي. حجر الفيروزي راجع دارج ولا والسلحفه. هلا السلحفه هي بتبعد الحسد، والحجر الفيروزي بيبعد العين. فالاثنين سوا. هيك في كمان. حلو هذا اللي بايدك. هي اكبر شوي. هي اكبر. هي واضحه اكثر. هي زلحفه. حتى كمان شكلها حلو. حتى حلقات، يمكن حلقات الفيل انا هدول كثير بحبهم. هذا الحلق اللي معتق هذا هاند ميد. يعني هذا كمان بتحسي قطعه مميزه وحلوه وغريبه. في الاساور الفلامينغو كثير حلوين. هدول تماما. هدول يعني مثل ما شفنا اشكال كثيره. وايضا زينب اللي بايدك كمان حلوين. هدول اساور هدول كثير حلوين. فلامينغو هدول هاند ميد كمان، ما هيك؟ وزلحفه وفيل، يعني كمان قطع كثير مميزه. بتحسي شفتي يعني هلا هي السنه ما في ولا شيء ابدا. يعني حتى الثعلب عندنا سنجاب على الطاوله، كمان في سنجابين سوا. حلو. حلو. الارنوب، يعني كله طاووس، يعني كل انواع الحيوانات موجوده هي السنه.
تمام. بالطاووس بس خلينا نشوف الطاووس وين موجود. هون عند المي. هون؟ لا لا هون. ايوه تمام. هذا الطاووس يمكن خلينا نقرب الكاميرا عليه ونشوفه. هو سنسال؟ سنسال بس كثير حلو. هلا شوفي هو ملون حتى الطاووس. تماما. بس ثواني لنفكه ليقدر يبين معنا. عادي اجباري. تمام. قد ايه عم تعيدي تدوير قصص عندك تشكليها من جديد سمية؟ هلا هي القصة كثير بتصير خاصة هلا ليه؟ لأنه درجة الموديلات القديمة. صحيح. يعني رجعنا درجة كل شيء قديم صرنا نطلعه هلا من جديد ونعيد صناعته من أول وجديد. يعني ممكن نحط له حجر جديد دارج، ممكن نحط له قطعة جديدة، يعني هيك قصة. تمام. يعني عم نشوف هدول الأشكال كلها موجودين، البوم والطاووس. أي أكثر شيء عم تحسي الصبايا عم ترغبوا؟ يعني في شغلات مطلوبة أكثر من شغلات، وفي إكسسوارات طبعا حسب الصبية، في الإكسسوارات الناعمة يلي بتناسب صبية أيضا ناعمة، وأيضا الإكسسوارات شوية ضخمة اللي تكون وقتها صبية شوي هي بتحبها هيك وبتلائم شكلها الخارجي. تمام. هلا الصبايا بحبوا الشغلات الناعمه، هاي شغله يعني كثير ما عم نقدر نطلع الصبايا منها. هلا في بنات خاصه المحجبين بتحط القطعه الطويله الضخمه شوي ليبين مع الحجاب. الشيء اللي اكثر رواج من بين كل المجموعه هي البومه. تمام. اكثر البومه والفلامينغو، يعني هن كثير الصبايا حابينهم. مع انه في كثير قطع ثانيه، يعني هلا مثلا انا بحب هاي. هاي هذا طير ناعم جدا. ناعم جدا للبنات اللي بيحبوا الناعم. في بنات ما بيحبوا الاكسسوار الكبير. وهو فكرته كثير حلوه انه كيف نازل القلب منه. حلاوه هذا الطوق انه هو بيقصر وبيطول قد ما بدنا. تمام. طيب سميه بدك تقولي شيء ثاني عجبك شيء؟ طيب سميه خلينا نحكي عن كمان الاسعار كيف ممكن تكون مناسبه، وخلينا نحكي كمان كيف كل بنت فيها تكون على الموضه من خلال اللي عندها. يعني بنعرف يعني والوضع شوي فبدها تدبر امورها. تمام. هلا كقطع عندها اياها اكيد هلا كل البنات اشتروا بومه، يعني اكيد عندها بالدرج بومه طلعت رجعت تلبسها من اول وجديد لانه هلا رجعت درجه هي القصص. كيف مثلا طوق سنساله قديم، القطعه يلي بقلب منه ما فيها شيء حطها على سنسال ثاني، ما ضروري اني انا. صحيح. في افكار كثير. تمام. مقطوع السنسال فيني اخذه عند حدا خبير بهي القصه يصلح لي اياه، يعني ما حياخذ شيء كثير يعني بالموضوع. تمام. او بجوز غير لي سنسال، او مثلا انا عندي كثير قطع بس بشتري سنسال على الحل. يعني هيك شغلات ممكن ترجع انه القطع القديمه تتجدد. تمام. الاسعار هلا نحن هون عندنا مشكله انه يعني الاسعار ما لها ثابته، وحتى الصبايا عم يسالوا انه على ما حدا قدر يشتري ذهب، وكل تمام. الصبايا بتحب تلبس الذهبي. يعني. الذهبي فبيسالوا انه لونه ثابت او بيروح لونه، وهلا عم نشوف كثير قطع انه لونه ما عم بيروح مطليه. صح. خبرينا عن هذا الموضوع هيك قبل الختام. تمام. هلا انا بحب كثير اشتغل بالستانلس لانه هو كثير حلو انه ما بيروح لونه، يعني بيضله منيح، يعني بيضاين منيح شي سنتين تقريبا. مو دائما فينا نشتغل فيه لانه مو دائما بنلاقي السنسال الستانلس، او مثلا بيبقى غالي شوي. تماما. السنسال الرخيص يعني انا بقول لهم للصبايا بتلبسيه بحقه، يعني ما بتزعلي عليه، يعني لما تشتري قطعه رخيصه بتلبسيها بحقها، يعني هي معروفه يعني. تماما. بس دائما مثلا الستانلس كثير منيح، البرازيلي منيح، بس الستانلس احسن. انا بحبه اكثر، انا بحب اشتغل فيه اكثر. سمية يعني ناطرين كمان كثير من التصاميم الجديده هيك على مدى الحلقات القادمه. شكرا كثير على كل القطع اللي جبت لنا اياها، وتعرفنا منك على موضه خلينا نقول العوده الى الطبيعه. العوده الى الطبيعه. شكرا لك. نتشكر وجودك معنا، وان شاء الله هيك كل الصبايا يكونوا حبوا هذا الشغل، واكيد تكون باسعار مناسبه.